كلام كيفن جونسون ان هو بيتكلم على موضوع الاصابات، وهخش فيه موضوع كهربا. يعني احنا كنا شفنا كهربا امبارح كان بيأدي تدريبات علاجيه، النهارده كمان ما دخلش في التدريبات الاساسيه. يعني اعتقد الموضوع هيبقى صعب فرصه شوية. المشاركه يعني ممكن ما تبقاش كبيره، او على اساس بقى اللحظات يعني القادمه تقريبا كهربا يعني بره المباراه يعني هو بالنسبه كبيره جدا، بنسبه كبيره بره بس هو ان شاء الله بيتاهل للمباراه المقبله يعني. العوده لازم يعني. يستمر البرنامج العلاجي او التدريبي بتاعه الخاص يعني طوال الفتره القادمه، اذا ما لحقش يبقى ده اللي شغالين عليه فعلا، وهيبقى له دور مهم جدا كمان يعني.